السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك سؤال مطروح بين جماهير النادي الإسماعيلي، لماذا لم تتم صفقة محمد دبش رغم رغبة اللاعب وإعلانه مساندة النادي الإسماعيلي من حوالي الأسبوع العاشر؟ محمد دبش لما لقي النادي الإسماعيلي فريقه اللي بيحبه وبيشجعه وفريق بلده في مأزق أو في محنة، أعلن إن انضمامه للنادي الإسماعيلي أو رغبته لانضمام النادي الإسماعيلي في فترة الانتقالات الشتوية الميركاتو الشتوي مجانا لمساندة النادي الإسماعيلي في الموقف في اللي هو فيه. فطبعا كلنا كنا متصورين إن محمد دبش خلاص في النادي الإسماعيلي، أو أنا واحد من الضمن يعني لآخر لحظات، يعني خلاص محمد دبش هيمضي للنادي الإسماعيلي. الراجل متواجد قبل نهاية القيد بأيام في الإسماعيلية، وخلاص الموضوع بيتم، ولكن فوجئنا إن الموضوع خلاص محمد دبش مش في النادي الإسماعيلي. يعني أنا ما كانش كان مستبعد خالص إن محمد دبش مش هيوقع على النادي الإسماعيلي، ولكن الموضوع ده فيه كلام كتير جدا. ولكن عشان نختصر الموضوع ونقول حاجة، أنا محمد دبش قال بالنص كده: حافظوا على أحمد حسام ميدو، أحمد حسام ميدو بيحب النادي الإسماعيلي أكتر من إسماعيلوية كتير، أكتر من إسماعيلوية كتير، ولازم ناخد بالنصيحة دي وندعم أحمد حسام ميدو. يعني أحمد حسام ميدو في حالة إخفاقه كمدير فني، وده وارد، لأن في حاجة، في واحد أنت بتحب النادي الإسماعيلي وبتحب حاجة معينة، بس ممكن تفشل في شيء ولكن ما تفشلش في الكل. يعني احمد حسام ميدو انا من وجهة نظري لو اخفق في انه يكون مدير فني للنادي الاسماعيلي، لازم يكون موجود داخل النادي الاسماعيلي بصورة اخرى. يعني مجلس الادارة اللي جاي ان شاء الله باذن الله يبقى فيه عضو احمد حسام ميدو، رغم ان هو مش اسماعيلاوي لكن بيعشق الاسماعيلي وبيحب النادي الاسماعيلي وخايف على مصلحة النادي الاسماعيلي اكتر من ناس كتير اسماعيلاوية، ودي تحسب لاحمد حسام ميدو. احنا ممكن لما نيجي نتكلم في الكورة نقول ان احمد حسام ميدو ما عندوش استحواذ، ما عندوش خطة دفاعية، ما عندوش، لكن عنده حب للنادي الاسماعيلي، عنده حب للنادي الاسماعيلي. موضوع محمد دبش ده في كلام كتير جدا ان في ناس داخل النادي الاسماعيلي ما بتحبش النادي الاسماعيلي، ناس تقول عليها اسماعيلاويه ما بتحبش النادي الاسماعيلي. فيجب، انا بطلب من كل مشجع واحد معاه عضويه للجمعيه العموميه ان شاء الله باذن الله في حاله الانتخابات القادمه ان شاء الله باذن الله، في حاله عدم يعني توفيق احمد حسام ميدو كمدير فني، ان احنا نتكلم احمد حسام ميدو ان يبقى موجود في مجلس الاداره اللي هيتم انتخابه ان شاء الله في شهر اكتوبر الجاي ان شاء الله باذن الله. ودي رساله انا عاوز اوصلها. لايك، اشترك في القناة وتفعل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله.